السلام عليكم ورحمة الله. في الأجواء المتوترة اللي يعيشها الجميع في مصر، أظن نحن أصبحنا الآن بحاجة إلى تفكير من نوع آخر في التعامل مع المشهد الراهن المسكون بمشاعر الغضب والانفعال. وباختصار أنا بأدعو إلى، قلت أنه تفكير آخر وبالصيغة الأخرى إلى هدنة تحسم بعض المواقف المتعلقة بقضية العنف والإرهاب في مصر. بأدعو الإخوان بوجه خاص إلى أن هم يعلنوا موقف حاسم في هذا الموضوع. أعرف أنهم ظلموا كثيرا، وأن ما يجري نسب إليهم أو أكثره نسب إليهم بغير وجه حق، ولكن الأمور أصبحت الآن صرنا أمام طور جديد أو مرحلة مهمة تحتاج إلى حسم أو على الأقل في إعلان المواقف. أنا شايف إنه العمليات الإرهابية في مصر بتتزايد مؤشراتها بشكل أصبح يوجه إلى مؤسسات الدولة وإلى القوات المسلحة وإلى مراكز الشرطة. بيلفت النظر أيضا أنه بعض المجموعات المسلحة التي كانت نشطة في سيناء مدد نشاطها أو نقلت نشاطها إلى مصر، وده شاهدناه أو تعرضنا أو لمسناه مؤخرا في حادثة مقتل 6 من الجنود المصريين في مسترد، إضافة بعد تفجير مديرية أمن القاهرة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية وإلى آخره. مجموعة من التصرفات التي تعني أن هناك تطور نوعي في العنف ويتطلب منا تبني موقف حاسم إزاءه. وأنا قبل أن أستطرد بأسجل أنه لا أدعو أحدا إلى التنازل، ولكني أقول بوضوح أن نريد أن هناك صراعا سياسيا، وهذا الصراع لا مجال للتنازل فيه من الآن، ومن حق القوى المختلفة أن تعبر عن صراعها السياسي وتستمر فيه بكافة صور الأداء السلمية والتي لا تستخدم الأساليب العنف. يعني أنا لست أدعو إلى إنهاء الصراع، ولكن أدعو إلى تخفيف أساليب الصراع أو حسم الموقف من قضية الإرهاب والعنف الذي أوصلنا إلى مشارف، لا أريد أقول حرب أهلية، ولكن دماء غزيرة بتسيل باستمرار من جانب قوى بتتصرف إما بانفعال أو بنخوة أو بعدم مسؤولية. فأنا بقول إنه في هذه الدعوة التي أدعو إليها لها مجموعة أسباب. السبب الأول هو إنه هذا العنف، التطور النوعي الذي حصل في مجال العنف ينبغي إنه هو يستوقفنا، ونتمنى موقفا إزاءه. وخصوصا أنا ذكرت أنه يستخدم أو بيحاول أنه هو يخترق بعض يعني يتجاوز بعض الخطوط الحمراء، يعني محطات كهرباء مثلا أو قوات المسلحة. أنا لا أعرف بأي مسوغ يقتل 6 من الجنود في مكان يؤدون عملهم يؤدون واجبهم، بأي منطق وما علاقة هذا بالصراع السياسي، إلا بيدل على أنه المسائل بتنتقل إلى طور من لا أقول الجنون السياسي، ولكن الصراع الذي لا منطق له. الشيء الآخر إضافة إلى التطور النوعي في مسألة العنف، أنه مصر مقبلة على انتخابات رئاسية أيا كان رأينا فيها، ولكننا حين نفكر سياسيا ينبغي أن
نسعى إلى توفير جو يسمح باتخاذ خطوات إيجابية على صعيد حل الأزمة السياسية الموجودة في البلد. الشيء الثالث إنه المتحدث باسم الإخوان الدكتور جمال حشوة كان أعلن على قناة خبر قناة الجزيرة إنه الإخوان هيعلنوا على إنه السعداد على إن هم اتخذوا خطوتين إلى الوراء وأنهم في خطوات ممكن اتخذ خطوات مهمة في المستقبل. أنا لا أعرف طبيعتها، لكن إذا كان ده موجود فأرجو إنه يكون أيضا في الحسبان اللي ما أدعيه هو أيضا في الحسبان. السبب الرابع إن مصر في الأشهر الثمانية السابقة كانت مشغولة بالصراع مع الإخوان. من يتابع وسائل الإعلام المصرية الصحف بوجه خاص حتى التلفزيون بيجد باستمرار قضية الصراع مع الإخوان هي القضية الجوهرية. طبعا ده ربما توجيه معنوي مطلب خط سياسي أو لا، في الآخر هناك انشغال مفرط بالصراع مع الإخوان. هذا الانشغال جعل قضية الوطن في مرتبة متدنية وقضية الثورة في مرتبة متدنية أيضا، بمعنى أن التركيز الإعلامي على الصراع مع الإخوان صرف الانتباه على إنه في بلد أحوالها فيها تردي اقتصادي، في تدهور سياسي، في مؤسسات غائبة، في فساد، في ده لا أحد يتكلم في هذا الموضوع. ثم إنه في ثورة رفعت شعارات لا أحد يتكلم عنها، لأن الأنظار كلها متجهة إلى موضوع الصراع مع الإخوان. هذا هو السبب الرابع. في سبب خامس أخير برز مؤخرا، إنه التفكير الأمني في الآونة الأخيرة أو في الأشهر الأخيرة تجاوز موضوع الإخوان ودخل بقى صار مشتبك مع خصوصا بعد صدور أو إصدار قانون منع التظاهر أو تنظيم التظاهر، اشتباك مع قطاعات مش قليلة من المجتمع من الشباب الذين هم من ثوار 25 يناير، واللي أغضبهم هذا الإجحاف أو تشديد القبضة الأمنية وحيلولة منع الناس من إعلان آرائهم حتى بالوسائل السلمية. فإحنا داخلين في طور بيوسع المواجهة بدلا من أن تكون مواجهة بين الأمن والإخوان، أصبحت الآن بين الأمن والثوار، بحيث أن المسألة بتعيد إلى الأذهان فكرة أو يعني هاجس إنه هذه الضربات لا توجه للإخوان فقط ولكنها توجه أيضا إلى ثورة 25 يناير. ما أدعيه أو ما أدعو إليه ليس أمرا سهلا، لأنه على الطرف الآخر في أجواء تعطل هذا الذي أتمنى أنه يحدث، اللي هو حسم الموقف من موضوع العنف. في عبء التاريخ، لأنه طبعا لا نستطيع أن نطالب الناس، وهذا سمعته من بعض الأشخاص، أنه في معتقلين، آلاف المعتقلين، وفي قتلى، وفي مصابين وإلى آخره، أنه في جراح مفتوحة يصعب أن احنا نتجاهلها، وأنا أدعو إلى عدم نسيانها وإلى عدم تجاهلها، لكن تجاهلها، ولكن نقول إن هذا الملف نبقي عليه كما هو، ولكن ننتقل إلى طور آخر ربما ساعدنا على إن احنا نتعامل مع الملف الأصلي. في اعتبار آخر، إن في البلد في الحقيقة مشحوم بأجواء من الكراهية، وجعلت قطاعات مش قليلة حتى في أوساط النخب رافضة لفكرة المصالحة ولا الوفاق الوطني. هذا في أجواء سلبية تتعارض مع ما أدعو إليه. ثم إنه في قوة مدنية، قوة سياسية، يعني كلمة قوة ربما فيها بعض المبالغة، لأنها جماعات سياسية لم تكتسب شرعيتها،
ولم يتح لها أن تثبت حضورها إلا حينما حصل إخصاء تام للإخوان ومصلحة هؤلاء أن يستمروا في الساحة وأن تظل الجسور مقطوعة وأن يظل احتمائهم بالمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية مستمرة. وإلى جانب، وهذا اعتبار رابع، وإلى جانب تشدد القوى السياسية، هناك أيضا ما يمكن نسميه قوة تطرف في مؤسسة السلطة. وإذا جاز لنا أن نقول إنه في، أو نستخدم تصنيف الصقور والحمائم، فنحن لا نكاد نرى حمائم، لكن نرى صقور في موقف من جانب السلطة بيشدد على استمرار الحال الأمني، ويشدد أو يكاد يغلق الأبواب ويقطع كل المسالك المؤدية إلى أي حوار سياسي. فهؤلاء لا يهمهم أو لا يعنيهم كثيرا، ولا يكترثون كثيرا بما أدعو إليه من هدنة، وقد يعتبر هذا من قبيل الضعف. ويتصور الصقور أن هذا ينبغي أن يكون حافزا لهم لكي يشددوا قبضتهم الأمنية. هناك مشكلة أخرى في داخل حركة الإخوان، بعضها يتعلق بأن قيادات حركة الإخوان كلها في الداخل، وإذا كنا بنتكلم على توافق وقيادة تصدر بيان أو تحدد موقف، فإنه التواصل ده غير متاح سواء في داخل مصر هنا بين الموجودين في الداخل وبين الموجودين في السجون، أو بين الموجودين في خارج مصر، أو في الموجودين في بعض الدول المجاورة. في التواصل معهم أيضا مشكلة. من ناحية أخرى فإنه الإخوان داخلين في التحالف، ليسوا وحدهم ولكنهم متحالفين مع قوى أخرى، وهم مع هذه القوى بعضها يتوافق معهم فكريا وبعضهم يختلف معهم فكريا ودعويا وسياسيا. فهناك مجموعة من الممارسات تعطل المسعى الذي أدعو إليه. إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى في التفاصيل أو في بعض التفاصيل، فسيرد إلى إذهان مباشرة إنه الموقف الراهن له طرفان، هم الدولة والإخوان. ولكن طبعا الطرفان ليس على مستوى واحد، لكن الدولة في الموقف الأقوى مدججة بالقانون والقضاء والجيش والشرطة وإلى آخره، وليس لديهم الإخوان غير مجموعة من الشباب الذين يتظاهرون بالحين الآخر، غير الألوف الذين تزدحم بهم السجون المعتقلات. وفي هذه الحالة قد يقول قائل إنه على الطرف على الطرفين ان هم يعملوا تنازلات متبادله، وهذا هو الشكل الاكمل صحيح، ان كل طرف يسجل من جانبه استعداده لخطوه الى الوراء. ولكن في الظروف الراهنه انا لا ارى انه هذا متوفر، وبازعم انه في الوقت الراهن وبسبب دقه الظرف نستطيع ان يقدم الاخوان على هذه الخطوه من جانب واحد، وبشكل واضح أنا ألخصها في أملي أولا أن يبقى الصراع كما هو، ولأنه يظل سلميا طول الوقت، وأنه يبقى فيه استنكار للعنف وإدانة لتصرف يستهدف الدولة أو الانتقام أو من القوة القوات المسلحة أو الجيش، لانه هذه ليست من السلطه، هذا ملك البلد والوطن يعني. وبالتالي ينبغي ان ينأى الاخوان بانفسهم عن هذه الممارسات التي تستهدف العدوان على هذه الخطوط الحمراء. صحيح يعني في بيانات كثيره صدرت عن التحالف بهذا المعنى، وانا لا استطيع ان اتجاهل انه في حتى حادث مستورد الذي استشهدت به كان محل استنكار شديد من الإخوان في الداخل والخارج أو ممثلي الإخوان في الداخل والخارج. ويعني
يعني الحقيقة أنا لا أدعو إلى أنه يتنازلوا عن شيء، ولكن أنا أقول أنه الموقف ينبغي أن يكون محسوما في العلن. أستطيع أن أفهم أن الإعلام في مصر ينسب أي شيء بيحدث في البلد إلى الإخوان، وحتى في حادثة مسترد التي تحدثت عنها بعد 10 دقائق من وقوع الحادث كان المتحدث العسكري يتكلم على أنه الإخوان هم الذين ارتكبوا الحادث، وبعد قليل تبين أنهم أنصار بيت المقدس، وأنصار بيت المقدس أعلنوا عن ذلك صراحة. وكان ينبغي أن يعتزل المتحدث العسكري على تسرعه، ولكن ما أريد أن أقول أن هناك آلة إعلامية قوية جدا حريصة على نسبة كل ما يجري إلى الإخوان، وبالتالي تسميم الأجواء وتحميلهم بالمسؤولية عما يجري، وربما كان ذلك مناخا يوفر يعني ظروفا أفضل لاستمرار الإجراءات الأمنية أو الإجراءات القمعية. ولكن هنا أنا في ذهني ليس فقط الصراع بين الإخوان والسلطة، ولكن في ذهني إنه كيف يمكن أن يقدم الإخوان من جانب المبادرة. أولا تعلن على الملأ أن هذا الذي يجري لا علاقة لهم به، رغم إصرار الإعلام على أنه يحملهم بالمسؤولية عنه. وأيضا لابد أن نعترف أن في بعض الأصوات المنسوبة إلى الإخوان بت 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 بتدلي بتصريحات، بعضها يعني تردد مؤخرا، بعضها بيعتبر الهجوم على مقرات القوات المسلحة أمر مشروع ومطلوب، وبعضها بيتحدث عن إحراق سيارات الأمن المركزي. وهذه تصرف مواقف انفعالية وغير مسؤولة. على الأقل ينبغي أن يبرأ منها الإخوان، وأن تظل تنسب إلى أصحابها حتى لو أصر الإعلام على هذا. وأنا لا أتصور أنه ده يمكن أن يؤدي إلى حل المشكلة. يعني بعض الباحثين بيتكلموا عن إدارة المشكلة وفي حل المشكلة. أنا لا أتكلم لا عن إدارة المشكلة، يعني بمعنى إدارة المشكلة بمعنى تعزيز مواقع أطراف الصراع، ولا عن حل المشكلة اللي هو الوصول إلى تنازلات من الجانبين. ولكن أنا أدعو إلى طرف. طبعا كلمة الهدنة يمكن ربما تكون مش دقيقة تماما، لأنه نحن لا نتحدث عن دولتين تريد إحداهما أن تكسر إرادة الأخرى وتسحقها وتهزمها. نحن نتحدث عن بلد واحد تتصارع فيه قوة، والذي يعنينا ليس انتصار قوة على قوة، ولكن انتصار الوطن في نهاية المطاف بمصالحه العليا وبطموحاته وبالآمال المتعلقة على ثورته. أنا بأتحدث على شكل من أشكال التهدئة من طرف واحد تنقل إلى الرأي العام في الداخل والخارج موقفا حاسما، أكرر، لا يتنازل عن الصراع السياسي، ولكنه يقبل به ويستمر فيه مشترطا سلميته، ومستنكفا ورافضا أساليب عنف. وإن كان هناك في إشكال أنا أعترف به، وهو أنه العنف أحيانا لا يكون مبادرة من جانب المتظاهرين السلميين، احيانا يكون ردا على عنف مفرط من جانب السلطه او من الشرطه، كما حدث في المظاهرات التي الاخيره، ان المظاهرات السلميه بتطلع تعترضها الشرطه فتطلق الرصاص، فيهيج الشباب المتظاهر ويبادلون الشرطه احيانا بالحجاره او أشياء بسيطة في أيدين أو ما تطول وأيدين، فهنا يحدث صدام. وبتكون في الحقيقة الأمر أنه العنف هو الذي أداء الشرطة هو الذي دفع المتظاهرين إلى هذا المستوى من العنف. ولكن هذه تفصيلة لا ينبغي أنها تدفعنا إلى إلغاء فكرة حسم الموقف
الأساسي، لنقل أن هذا ليكن هذا هو الموقف الأساسي. أما إذا حدث استثناءات فينبغي أن تعد على أنها استثناء أو إلى غيره. أنا لا أعرف إنه كيف يمكن إن هو هل ده يساعد على الحل أم لا، ولكن على الأقل يبرئ الطرف الأساسي في الصراع، يبرئ الذمة ويقيم الحجة وينفي عن نفسه بقدر الإمكان الشبهات التي تثيرها الحملات التعبئة الإعلامية أمام الناس وأمام التاريخ وأمام الله. لا أعتبر أن هذا حل الإشكال، ولكن لا أطمح في أكثر من تهدئة ربما تسمح في ظل أمل بسيط بقدر من المراجعة أو بقدر من إعادة النظر وتمنحنا بصيصة من الأمل، ونحن في ظل هذه الغيوم الداكنة نحتاج إلى أي بصيص من الأمل نحاول أن نبني عليه ونحاول أن نطوره إلى شيء إيجابي. وأنا في ذهني بأكرر أنه ليست من الذي سينتصر، ليس هذا الذي في ذهني هذه القوة أو تلك، ولكن في ذهني هذا البلد الذي نحن نحتاجه بعد 3 سنوات من الثورة أن نساعده على أن يستعيد عافيته وأن يستعيد أمنه لكي يتطلع إلى الأحلام التي دعا إليها الشباب في وقت مبكر وتمنوا أن تكون تشكل منعطفا أو تشكل طورا جديدا في مسيرة هذا البلد الذي يستحق أن يستعيد مكانته رغم كل الصعوبات التي يعترضها. وللأسف الشديد نحن الآن تراجعت أوضاعنا سياسيا واقتصاديا حتى أصبحنا ندافع عن المكان وليس عن المكانة، ولا سبيل لنا أن نستعيد لهذا البلد عافيته ومكانته إلا إذا المكان عاد إليه الأمن وعاد إليه السلام وعادت إليه السياسة التي أهدرت وحذفت من الأجندة في ظل التعامل الأمني والدماء التي أريقت، والتي نرجو أن تشكل أن تكون صفحة أخيرة في كتاب العنف الدامي الذي تعيش في ظله مصر منذ 18 شهر. صباح على خير.